هقول لك على حاجات تمت الشاشة. الساعة 3 وربع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. برحب بحضراتكم النهارده في السكند ويف اوف اوبيزيتي دايليما، البروجكت اللي احنا بنشتغله كاسم جروب مع شركة نوفو. طبعا بشكر شركة نوفو على ان ادتنا الفرصة ان احنا نشتغل البروجكت ده مع حضراتكم، نشتغل في الإسماعيلية زي ما اتعمل في أكتر من مكان في مصر. وبشكر طبعا كل اللي حضروا النهارده. ده واحد من الاكتيفيتي بتاعت الاسم النهارده، يعني اوبجيكتيف جديد بنشتغل فيه هو الاوبيزيتي. احنا استعرضت المره اللي فاتت الاكتيفيتي اللي احنا عملناها في الاوبيزيتي على مدار كل السيشن اللي فاتت، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتارجت اكتر من مكان. زي ما قبل ما نبتدي الاوبيزيتي بروجكت كنا اشتغلنا في الاسم نيفرو كمان غير وقبل كده الاسم انه البروجكت ده من 3 ويف. احنا اشتغلنا الويف اللي فات الاسبوع اللي فات الجمعه اللي فاتت وشرفنا فيها كان الدكتور احمد تاج والدكتوره ايمان الشريف. النهارده الويف الثانيه ان شاء الله معانا الاستاذ الدكتور نرمين رشاد، استاذ السكر وغدة الصماء كليه الطب الزقازيق، الاستاذ الدكتور اسامه رجب، الاستاذ السكر وغدة الصماء كليه الطب الزقازيق. الويف الثالثه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه ونشوف بقى هتبقى كونكلوزيف، هيبقى معانا الاستاذ الدكتور ممدوح النحاس والاستاذه الدكتوره منى كارم ان شاء الله. عندنا النهارده يمكن احنا في بالسيكونس كده اتكلمنا المره اللي فاتت الاوبيزيتي از ا ديزيز، والدكتور احمد تاج اتكلم الاوبيزيتي ككارديو فاسكولار ديزيز والامبورتنس اوف اوبيزيتي في الكارديو فاسكولار اسبكت. الدكتوره ايمان اتكلمت على الرول اوف جي اللي بي 1 في الابيتايت ريجوليشن واللي هنعمل ابلكيشن عليها النهارده بالموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده اللي راجلتايد الافيكاسي اند سيفتي في الويت مانجمنت. والدكتور اسامه هيتكلم على موضوع مهم هو المينتنس، المشكله اللي بتقابل معظم الناس الاوبيز لانه كرونيك زي ما قلنا ده كرونيك ديزيز، الناس بعد ما توصل لتارجت بيبقى في مشكله في المينتنس. وبعد الدكتور نرمين رشاد هتكلمنا عن موضوع حضراتكم كلكم بتحبوه الميديكال نيتريشن ثيرابي اللي دايما بيشغلنا، ويمكن احنا عشان احنا بعيد عن نيتريشن ودراستنا في الكليه ما كانش فيها جزء نيتريشن بتبقى جزء مهم ان احنا نكفر. الدكتور نرمين من الناس المتميزين في الموضوع ده. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى بقى هتكلم انا على الجايد لاين في مانجمنت اوف اوبيزيتي، وهتكلم الدكتور ممدوح النحاس على كيس برزنتيشن حوالي 3 4 كيس كده ابلكيشن للكلام، الحالات اللي ممكن تقابلك في البراكتس في الاوبيزيتي مانجمنت. الدكتوره منى كارم هتتكلم على تشايلد هود اوبيزيتي، كده احنا قلنا المره اللي فاتت بعد تشايلد هود اوبيزيتي بقى عندنا اوبشن ان احنا نعالج. دلوقتي الموضوع ما بقاش زي الاول، الاول كان الاطفال ما عندناش حاجه نقدر نديها لهم غير الدايت والاكسرسايز، لكن دلوقتي بعد الابروفال اوف ساكسندا في الايج بتاع ايج 12 سنه بقت دلوقتي ما عندنا تارجت نقدر نشتغل بيه في سن صغير. الاجليتايد filling the gap in the obesity management، او هنتكلم على الافيكاسي والسيفتي بتاعته. يمكن هو عمل لنا الطفره، طبعا الاوبيستي خلاص احنا شفنا المره اللي فاتت كرونيك ديزيز مش بيهيفيرال ولا لايف ستايل تشينج، مش واحد بس موف ليتل ايت مور، لا ده ليها جينيتك ديزيز وليها جينيتك باك جراوند. ممكن ناس تاكل نفس الاكل وبالتالي يبقى واحد هيزيد واحد مش هيزيد، وده كلكم حضراتكم بتشوفوه في البراكتس. واتكلمنا على الكومبليكيشن بتاعت الاوبيستي، المالتيبل كومبليكيشن بتاعت الاوبيستي، وقلنا ان دايما اي ديزيز احنا التارجت بتاعنا ان احنا نقلل الكومبليكيشن بتاعته والكواليتي اوف لايف. هذا الكلام ينطبق على الاوبيستي، وشايفين المالتيبل معالج الاوبيستي لما عالج الاوبيستي ولا عالج كل الكومبليكيشن اللي ماليه سواء ميتابوليك او ميكانيكال او منتال، كل دي مشاكل من الاوبيستي. لو انا ايرلي اجريسيف او ايرلي ابروتش للاوبيزيتي وابقى عندي زي ما قلت ابقى صاحي زي ما انا بقيس ببعت يعني اقيس فاستنج وبوست براند الاي 1 سي بس زي ما بقيس ضغطه اعمل لي جاست حاجه ابلكيشن خفيف على الموبايل السن الطول الوزن هيطلع البودي بس اندكس يطلع لي العيان ده في انهي كاتيجوري، وبالتالي انت بتحط العيان ان هو في ديزيز وديزيز متصنف وهو وضعه كذا، لان زي ما هنشوف التريتمنت بيتصنف على حسب الكلاس اللي انت هتقول البودي ماس اندكس. واتكلمنا ان البودي ماس اندكس ده هو ده اللي معظم الناس بتعترف فيه ويست سيركمفرنس، لكن في حاجات طبعا ادق بتقيس اللي البادي فات اكتر منها. الليراجليتايد هو يمكن هي الطفره اللي حصلت في الليراجليتايد الوانس ويكلي جي ال بي 1 انالوج. الجي ال بي 1 فكرتها كلها ابتدت في بفكره بسيطه ان الناس ابتدت لما واحد ياخد اورال جلوكوز او اي في جلوكوز، وجدوا الناس اللي بتاخد اورال جلوكوز بيطلع انسولين اكتر، فبداوا يدوروا في الجات على حاجه ليه الجي ال بي 1 من الكيلو بتطلع من ال سيل في سمول انتستين
وبتعمل مور انسولين سكريشن. بس في ميزه الانسولين سكريشن ده انه جلوكوز ديبندنت، يعني يطلع وقت الاكل ويعمل سبريشن للجلوكاجون. وبرضه في ميزه انه جلوكوز ديبندنت، يعني السكر نزل خلاص ما عادش فيه بقى جلوكوز سبريشن، لانه ممكن العيان في الدايبيتس بالذات بيكون ياخده مع سلفونيلوريا، بياخده مع انسولين. فلو انا عملت سبريشن للجلوكاجون ابسولوت سبريشن، ممكن العيان يخش في هايبوجلايسيميا. احنا عارفين الجلوكاجون هو اللي بيصلح الهايبوجلايسيميا. فالانسولين سكريشن جلوكوز ديبندنت، والجلوكاجون سبريشن جلوكوز ديبندنت. وبدات الافكت بقى يطلع بره البيتا سيل والالفا سيل وليبات الجلوكوز برودكشن في الكدني، الى انه يروح على مستوى الاستومك يعمل ديلي للجاستريك امبيتنج، ويروح على الايه على البرين يعمل ساتايتي. فبدانا ننتقل من مرحله المانجمنت او انه يستخدم كمانجمنت انتي دايبيتيك ميديكيشن الى انتي اوبيزيتي ميديكيشن، لان الميزه الكبيره حته جلوكوز ديبندنت دي انه ايه بيشتغل لما تاكل، فما بيعملش هايبوجلايسيميا، وبالتالي مفيش دواء سكر، مفيش دواء هينتقل لمرحله الاوبيزيتي في نون دايبيتيك وهو بيعمل هايبوجلايسيميا، مستحيل. عشان كده الايرا دي بتاعت النون هايبوجلايسيميا هتلاقي حاجتين اللي طلعوا بره الفيلد بتاع الدايبيتس، الاس جي ال 2 بقى نستخدمها في عين هبال ده عند دايبيتك نون دايبيتك، سواء نورمال عنده كرونيك كيدني ديزيز او عنده هارت فيلير، والجي ال بي 1 بقت الفيلد بتاعها هو الاوبيزيتي. الاستراكشر بتاع الريجلتايد، احنا بنبتدي الفكره كانت اول حاجه كان بالاكزينتايد اللي هو البيتا، وكان بشبه الجي ال بي 1 الطبيعي بنسبه 54%، وكان بيستخدم وانس ويك تويس، مرتين انجكشن مرتين. يمكن ما كانش له حظ في مصر هنا لانه نزل بعد الليراجلتايد ما نزل، فما بمشيش طبعا، لان انت عندك حاجه وانس ديلي مش هتدور على ايه على تويس. بالاضافه للايفيدنس بتاع الليراجلتايد الكارديوفاسكولار ايفنت في الليدر ستدي اللي ادته القوه بقى انك انت بتحمي كمان مش بس انتي اوبيزيتي وانتي دايبيتك، لكن في كارديوفاسكولار بنفيت بتاخدها. الحاجه الثالثه انه تركيبه في شبه كبير جدا من الهيومن جي ال بي 1، ما فيش تغيير غير في امينو اسيد واحد، وبالتالي تركيبه حوالي 97% زي ما حضرتك هو تشينج في الامينو اسيد بس هنا، ف 97% شبه النورمال جي ال بي 1 هيومن اندوجينس جي ال 1. الحاجه الثانيه عملنا له مانوفر كده يعمل قلبي مونبايننج، وبالتالي بدا يشتغل ل 24 اور، وبالتالي بقى وانس ويكلي ادمنستريشن، ودي كانت البدايه بتاعته. بدا الافكت بقى لكل الدايمنشن في ابيتايت اللي قالتها الدكتوره ايمان المره اللي فاتت، انه بيحسن يديك احساس بالساتايتي والفولنس، ويقلل الاحساس بالهانجر والبروسبكتيف فود كونسامشن. فبدانا نشتغل في فيلد الايه الاوبيزيتي، وبدا يتجرب في الاوبيزيتي على اساس انه بيقلل الانرجي انتيك. وقلنا المره اللي فاتت ان اكتر تارجت، اكتر سيستم في تارجت عايزين نوصله في الفود هو سينس، يعني كل الحاجات اللي اشتغلت اللوكال على الجي اي تي زي الاورال ستات اللي واخد اف دي ابروفال برضه تاثيرها ما كانش قوي. دايما التاثير اكتر على ناحيه السي ان اس عشان العب في الحته بتاعت الايه الساتايتي دي. وكانت المشكله دي لما ابتدت بالسيبوترامين اللي اتسحب بعد فتره عشان الكارديو فاسكولار ديس اللي كان بيحصل منه، فبدا في خوف. بعده الريمونا بانت اللي كان بيشتغل سنترال برضه فاتسحب عشان السويسايدال تندنسي. فكان الهيستوري بتاع الحاجات اللي بتشتغل على السي ان اس باد هيستوري. لكن هنا بدانا نتكلم عنه انه بيقلل الانرجي انتيك وبيشتغل على البرين، لانه موجود اوريدي الجي ال بي 1 ريسبتور موجوده في البرين، والجي ال بي 1 موجود نفسه هو بيطلع من البرين، يعمل فود كريفنج، يقلل الفود كريفنج، ويعمل كنترول فيتنج، ويقلل البودي فات ماس، وبالتالي يقلل له تاثير قليل على الريستنج ميتابوليك ريت. عشان كده انا هبدا النهارده بالحاجه ستاندرد اوف ميديكال كير 2022، يمكن لسه اول مره نقولها النهارده، لسه نازله الاسبوع ده. وعشان نعرف في الستاندرد اوف ميديكال كير في الاوبيزيتي في الدايابيتيك اوبيز، يمكن احنا هنتكلم مره جايه جايد لاين الاوبيزيتي بس، لكن انا هلفت بس نظر 2022 الحاجه اللي نازله الاسبوع ده، الحاجه اللي نازله الاسبوع ده في المانجمنت اوف اوبيزيتي. هنا الاف دي ابروف دراج ابروف الميديكيشن فور شورت تيرم اند لونج تيرم، يعني في شورت تيرم ده اقل من 12 اسبوع، ولونج تيرم طبعا بالاضافه ما فيش عيان هياخد ميديكيشن قبل ما يعمل دايت واكسرسايز وبيهيفيرال ثيرابي يبدا يمارس يغير نمط حياته. كل الميديكيشن دي بالاضافه انها بتنزل الوزن بتحسن الدايبيتس كنترول، وبالتالي بدا استخدامها عند بادي ماس اندكس 27، يعني لو 27 دايبيتك وعنده اذر كوموربيديتيز، يعني هايبرتنسيف ديسليبيديميك وسموكر ومفيش مريض سكر ما عندوش واحده من دول سواء كان الهايبرتنشن او الديسليبيديميا واوبيزيتي، وبالتالي بدا يستخدم بدري هذه الادويه، مش لازم موربيد اوبيزيتي عشان نستخدمها. والميديكيشن اللي واخده اف دي ابروفر فور تريتمنت اوف اوبيزيتي الاورال ستات اللي هو بيشتغل لوكال على الجي اي تي بينهبت البنكرياتيك لايبيز، لكن تاثيره يقلل 30% من الابزوربشن من الفات ميل. بعد كده الحاجات السنترال اكتنج الفينترامين والتوبريميت او النالتوكسون والبيبروبين هنتكلم عليهم المره الجايه، او يعني هنشير ليهم لكن هم مش موجودين في البراكس. احنا عايزين الغرض الحقيقه دايما البراكس اللي موجود احنا في دينا ايه الليراجلتايد، والجديد بقى اللي لسه محطوط زي ما الدكتور كان بيسال عنه الاسبوع اللي فات 2.4 مش الاوزمبيك
2.4 ده اللي ده واخد ابروفال للاوبيزيتي، لكن الاوزيمبيك زيه زي الفيكتوزا انتي دايبيتيك. يعني زي ما هم اللي راجلتايد شغال كانتي دايبيتيك، فانا بالفيكتوزا مش ماليش محتاج جرعات كبيره اكتر من كده، والساكسين ده شغال كانتي اوبيزيتي. هنا برضو نفس القصه كده، السيماجليتايد من 1 مللي جرام اللي موجود معانا دلوقتي وانس ويكلي، واللي واخد ابروفال للاوبيزيتي زي ما احنا هنشوف اللي هو 2.4. في حاجه جديده طالعه لسه يمكن اول مره ارى عنها وانا في الستاندرد اوف ميديكال سيت، ميلانو تايد، ودي حاجه كويسه جدا، ميلانو كورتين 4 ريسبتور اجونست، وده ابروفد لحاجات رير. يمكن في حاجات كنا بنقف قدامها كده، العيال الصغيره اللي عندها اجريسيف هايبرفاجيا وما بتقدرش تعمل لها كنترول، بداوا وجدوا ان في بعض الناس عندهم ليبتين ريسبتور ديفيشنسي. لو ان حتى الناس اللي كانوا ادوا لهم ليبتين ما تحسنوش قوي، ما عملش ويت لوس قوي، فقال لك لا ده يمكن يكون في ليبتين ريزيستنس نتيجه الريسبتور ما نفسها مش موجوده. فقالوا دي الحالات دي من الممكن ان يكون ليها دواء هو موجود، بدا يبقى يمكن اول مره يتحط كلام عنه. فدي حاجه كويسه لان العيال دي بتفضل تزيد وما بنقدرش نعمل لهم ايه حاجه الراجل الموجوده في ايدينا. طيب الميديكيشن دي كلها بتحسن الادهيرنس للدايتري والريكومنديشن، لانه العيان بيعمل دايت بيلاقي الريسبونس قليل، ومشكلته في نقطه البدايه، عايز بس البدايه تبقى كويسه. وانس ان هو بدا يبدا يتحفز، لكن لما يبذل مجهود كدايت واكسرسايز ويلاقي ما فيش ريسبونس يبدا العيان يهدى شويه. لكن الميديكيشن بتدي له النقطه دي تخلي العيان. لسه كان عندي حد امبارح يقول لي، كان راجل شغال في معرض ثلاث سيارات والشباب لسه في العشرينات، يقول لي لا جاي 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 ساتسفايد جدا، قال لي انا كنت بدور على الاكل طول النهار، دلوقتي ممكن اشتغل طول اليوم وخلاص دماغي ما عادش رايحه ناحيه الاكل. هو محتاجين الموتيفيشن ده قبل كده، لا هياكل جعان مش جعان بياكل، طول ما في اكل موجود بياكل. الموتيفيشن ده نقطه البدايه دي احيانا بتحتاجها، انه حتى بعض الناس اللي بمشكله الدواء بالنسبه لهم في الكوست ما يقدرش يدي دواء، يبدا يقول له طب خده بس شهر شهرين في الاول، يساعدك اول ما يبدا ينطلق ويلاقي ويت لوس. يعني حتى العيان اللي مش قادر على الميديكيشن دي لغايه ما ربنا يسهل تبدا الحاجات دي يعترف في الاوبيزيتي كديزيز في مصر، ويبدا يخش التامين الصحي والكلام ده، او يبدا يخش القناه الوزاريه، هتبقى طبعا طفره كبيره جدا لغايه ده. حتى العيان يقول له طب نقطه البدايه بس، اول ما يبتدي ويبدا يعمل له ريدكشن في الفود انتيك ويبدا يتحسن، هو ممكن يكمل بعد كده. فنقطه البدايه دي بتخليه يلتزم بالاكل لانه بيحس انه في بينيفيت موجود. النقطه المهمه قبل ما نقول في الدواء، ودي برضو موجوده في الكلينيكال براكتس ريكومنديشن، لكن الحقيقه مش منصوص عليها كجايد لاين، مش موجوده، لكن انا عشان بنتعرض لها كتير. الاوبيزيتي دلوقتي زادت، احنا قلنا حوالي 35 ل 40% من الناس في مصر، ومشكلتها اكتر في الاطفال دلوقتي كمان بقت زايده، او في السن الصغير. فبقى في تايب 2 دايابيتس نتيجه الاوبيزيتي في التشايلد بيرنج بيريود، يجي لك بنت عندها 24 سنه 25 سنه بريبيرنج فور بريجنانسي، او لسه داخله على مارج او كده، فبتبقى المشكله انك انت عايز تعمل ويتلوس. معظمهم طبعا قبل الجواز بيبقوا سيرشنج فور الويتلوس، بعد الجواز مش مشكله طالما تدبس خلاص، لكن في الاول تلاقيهم موتيفيتد جدا عشان الايه، عشان الويتلوس، وبيبذلوا مجهود جامد جدا. دايما الموتيفيشن هنا بيبقى قوي جدا. طيب الموتيفيشن ده لو استمر، يعني افضل المجهود ده كله يتبذل قبل الجواز، ده دي نقطه مهمه، لانه الويت لوس لوحده بيحسن الفيرتيليتي، الويت خصوصا في حالات البوليسيستيك اوفري، لما تعمل ريدكشن للويت بتلاقي الفيرتيليتي اتحسنت. ده موجوده كتير جدا خصوصا لو درجه خفيفه في البوليسيستيك اوفري. فدايما وانا بعمل ريدكشن للويت، ايفن ده الكلام ده حتى منصوص عليه ايفن حتى في الميتفورمين ان انا بديه في البوليسيستيك اوفري، وانت بتعمل ده خد بالك انه لو لازم في الفتره دي تكون بتاخد، يعني تكون لسه مش بارد وتجهزها بدري الاول، يا يعني تكون بتاخد كلير ميثود اوف كونتراسبشن، ويبقى السؤال واضح ما تدهوش، وبعدين لما تجي لي بريجننت اقول طب لا احنا ما كناش واخدين بالنا. فالادويه دي لسه ادويه جديده كونترا اندكيتد في الومن اللي هي بريجننت او نيرسينج او تراينج تو كونسيف، يعني بريبيرنج فور بريجننسي لسه. فنقطه لما نكتب الادويه دي لازم تسال بارد ولا لا، واذا مارد في كلير ميثود اوف كونتراسبشن ولا لا، عشان احنا الحاجات دي بتبقى هي جايه عايزه تخس، ممكن الكلام ده الموتيفيشن ده يجي بعد الجواز، فتبقى واخد بالك انك انت وانت بتدي لازم يكون في ريلايبل ميثود اوف كونتراسبشن، لان الموضوع ده مهم. التارجت الثاني تايب 1 دايبيتس، لكن لسه الكلام فيه لاكنج شويه، لسه الداتا فيه مش موجوده، لان تايب 1 دايبيتس طبعا عارفين معظمهم ما بقاش اوبيز، لكن يجي الاوبيزيتي بتيجي بعد كده، عشان حتى لما كنا بنتكلم في تايب 1 في الاس جي 2 اللي كان فيها كلام وخلاص دلوقتي خلاص ما عادش فيه، حتى البلاد اللي خدت فيها ترخيص اتسحب الترخيص في اوروبا، ولانه فعلا ريسكي بيزود الدايبيتيك كيتو اسيدوز، وعايز عيان صاحي دكتور صاحي. فالافضل في الاس جي 2 كان بيتاخد كارديو ميتابوليك كنترول. الجي ال بي 1 كانت المحاولات في تايب 1 دايبيتس، ولسه محاولات ومش ابروفد طبعا، كان في محاولتين، يا اما انه يكون لسه في الاول خالص عشان يكون لسه في شويه بيتا سيل فيشتغل عليه، ودي بوليسي. ويمكن انا كنت لسه بتكلم حتى في مؤتمر الاسم، كان الدكتور خالد هود اتكلم على اللادة،
والحقيقه كمان يمكن انا حتى كنت ناسي حتى في بعض اللادا، اللادا اللي هو ايه اوتو ميون ديستراكشن بطيء بياخد وقته، كان حتى بعض الحاجات الدي دي بي 4 زي السيتا جليبتين كانوا بيستخدموها في حته اللادا، لكن لغايه دلوقتي الكلام ده لسه مش ابروف بالنسبه لنا احنا، لسه بنقول كفكره يعني. الفكره الثانيه بقى انه يكون تايب 1 دايبيتك واوبيز بعد 10 سنين 15 سنه بياكل وياخد انسولين، فهنا عشان اعمل له ريدكشن فلويد، لكن برضو الداتا هنا لسه ليميتد، ما اقدرش اقول وما اقدرش اوجمنت ان اي حد تايب 1 ياخد حتى لو كان اوفر ويت او روبيز، لسه الكلام ده بريماتور، والكلام ده هو لسه ايه الدراسه دي الستاندرد اوف ميديكال كير 2022، وبالتالي كلامنا اكتر اوبيز الكلام الاوبيز ودايبيتك. الحاجه الثانيه يكون كونترا انديكيتد في البريجنسي او بريبيرنج فور بريجنسي. الموديل اللي بابلش دي كلينيكال ترايل بتقول ايه اللي ريسبوندر، كل ما الناس تستجيب بدري، كل ما الناس تستجيب بدري يعني اللي انت اديت دواء لمده 3 شهور مثلا، بعد ما وصلت للمينتنس يعني مش هتحسب من اول ما استخدمت الدواء، لان احنا بنعمل كده اول ما تدي 6 من 10 قررت انه كده خلاص بياخد انتي اوبيزيتي ميجرمنت، لا الميجرمنت دي لما اوصل اعمل اسبلتيشن للدواء زي ما هنشوف لغايه ما اوصل ل 3 مللي جرام. وانس ان وصلت 3 مللي جرام خلال 3 شهور بعد ما وصلت 3 مللي جرام، كل ما كان ريسبوندنج ايرلي كل ما تتوقع ان الاوت كم هتبقى احسن، يعني اللي هيستجيب بدري في اول 3 شهور بعد ما وصلت للمينتنس دوز ده هيبقى الريزلت بتاعته احسن، لانه مفيش دواء مفتوح، مفيش دواء هتديه لكل الناس، كل دواء في الدنيا في ريسبوندر وفي نون ريسبوندر، في واحد ما هيخس مش هيخس عليه، مش كل مفيش حاجه ابسولوت. احنا هنحكم عليه اول 3 شهور بعد ما وصل المينتنس، لو وصل 5% بيرسنت 5% من الـ من الـ من البودي ويت الاصلي، يعني هو بادئ 100 كيلو مثلا نزل 5% نزل تحت ال 95 خلاص كده ريسبوندر ممكن اكمل وهيبقى البينيفيت احسن توقع انه ليه. لكن لو انا وصلت بعد 3 شهور بعد 3 شهور بعد 3 شهور من الجرعه ولسه ما وصلتش ل 5% من الويث، ما تتوقعش انه هيبقى ريسبونس اكتر، فغالبا هتشوف ميثود اوف انتي اوبيزيتي ميجرمنت اذا كان ممكن يكون بارياتريك او تشوف دواء تاني غير الايه اللي احنا بنتكلم فيه، يعني اي دواء يعني سواء اي دواء ده او غيره. طيب هنا البارامتر اهي، هنا الدايت من اول بودي ماس اندكس 25 ل 27 دايت وفيزيكال اكتيفيتي وبيهيفيرال ثيرابي، الثلاثه دول مهمين جدا لازم، هي دي البدايه، ما تبداش زي ما احنا بنعمل ناس بتروح خش على ميتابوليك سيرجري وهي ما عملتش دايت حتى اسبوع، ما ينفعش، لازم الاول عشان ما يفاجئش العيان بعد كده انه حصل له ريستريكشن ونمط حياته اتغير مره واحده، لازم بالترتيب كده دايت وفيزيكال اكتيفيتي وبيهيفيرال ثيرابي. احنا سمحنا النهارده بالدكتور نرمين من 27 ل 90 فارماكو سيرابي، خصوصا لو هو هايبر تنسيف ديسليبيديميك، لو اكتر من كده هنحط معانا البارياتريك سيرجري في الاختيار. ادي الدوين هنا، هنا كان دايما الليراجلتايد لوحده، هنا هنا الليراجلتايد 3 مللي جرام، وشايفين هنا 3 مللي جرام هنا بينزل قد ايه في البرسنتج، بينزل حوالي 6% من البودي هنا، يعني شوفوا الريسبونس هنا على حسب الايه، هنا الليراجلتايد 3 مللي وهنا السيماجلتايد 2.4، هنلاقي ان نزول الوزن كبرسنتج من البودي ويت هنا محطوط 3.10 وهنا محطوط 1.8، البرسنتج للنزول هتلاقي ان بيحسب هنا مش كيلوغرام، برسنتج من البودي ويت نفسه، هلاقي هنا ال 3 مللي جرام 6.10 من البودي ويت 6.10، ال 1.8 4.2، عشان كده مش خد ابروفا لانه ما نزلش اكتر من 5%، الدواء عشان ياخد ابروفا لازم ياخد ينزل اكتر من 5%، عشان كده برضو بعض الناس بتستخدمه، يعني بعض الناس بتستخدمه بينزل لكن ما بيوصلش للتارجت الا اذا كان عيان موتيفيتد وهيعمل حاجات ثانيه معاه. الحاجه الثانيه بقى بقيه الادويه، يمكن كل ده موجود الدكتور اسامه هيتكلم عنه، هو اللي موجود عندنا في مصر الاورليستات الدوز الريكومندد 120 ثلاث مرات في اليوم، وصعب ان حد يستخدمه ثلاث مرات، او 60 دي اللي بس دي او تو سي كده الناس بتستخدمها اجتهادي، لكن هو الدوز 120 ثلاث مرات في اليوم، وده مشكلته الدياريه والايرجنسي والفيكال انكونتيننس لو العيان بياخد فات دايت، لانه بينزل حوالي 30% من الفات اللي موجودين. طيب البروجرام بقى اللي خلانا ياخد اللي راجل طيب ليه خد ليه اتحط في الجايد لاين كده وابروفد كدواء للاوبيزيتي، سكيل بروجرام ده ساتايتي اند كلينيكال اديبوزيتي لراجل طيب ايفيدنس، زي ما الدواء ده اتجرب في الناس الدايابيتس واتعمل عليه ليدر ستادي وخد ابروفل في الدايابيتك اللي هم عندهم اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز في الدايابيتك اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز في الدايابيتك الاوبيز، بدا ياخد ايه ابروفل. اطرح اتفضل خش اطرح راح طبعا الدكتور احمد تاج يعني رفيق الكفاح يعني والنجاح، والراجل يعني جاي النهارده يعني ايه يعمل لنا سبورت يعني. طيب اللي راجلي تايد كلينيكال ديفلوبمنت كان فيه فيز 2 ترايل وفيز 3 اي ترايل، ده حوالي 4 ترايل، وفيز 3 بي دي حوالي 2 ترايل، اتعمل على اكتر من 6000
و600 عيل لمده اكتر من 3 سنين، وكان في دراسات فيها اكستنشن زي ما انتم شايفين كده. ده الايفيدنس، احنا مش هنناقش التفاصيل دي كلها، لكن ده الايفيدنس. اي دواء عشان ياخد ابروفل، لكن احنا طبعا عندنا اكتر حاجه شغاله الاعشاب، اي حد بيجيب اي حاجه، والدكاتره شغال بتقول لك انتوا مش شغالين بيوزعوا من عياداتهم حاجه ما انتش عارف دي ايه اساسا. حتى لو تيجي تتكلم في القنوات، انا كنت في احد القنوات وكلمت مدير القناه، انت بتجيب الحاجات دي على اساس ايه؟ الكلام ده مش انا اقول لك، لا ما هي واخد ترخيص وزاره الصحه، واخد ترخيص وزاره الصحه كمكمل غذائي، مش ياخد ترخيص والترخيص معروف تطلع زي في مصر كمكمل غذائي، ويطلع الشاشه يقول لك ده بقى ايه سليم فيت ومش عارف سليم ايه، ما فيش الكلام ده. الكلام ده عشان ده يطلع، شايفين كم الدراسات اللي اتعملت في ديفرنت فرايتي، يعني اول حاجه في الناس اللي في دايبيتس، هنا في الدايبيتس، هنا فور ويت مانجمنت اوف تايب 2 دايبيتس، هنا فور ديلايد ايفاكويشن، يعني واحد بري دايبيتس، هنا الدايبيتس، هنا المينتنس بعد ما العين خس الدنيا هتمشي ازاي، هنا سليب ابنيا من ضمن مشاكل، قلنا مشاكل الاوبيزيتي اوبستراكتيف سليب ابنيا اللي تبدا كميكانيكال وتنتهي بهايبوكسيا وهارت فيلير. يبقى ده تجرب اهو، هنا ليراجليتايد فيرسس بلاسيبو بس 3 مللي جرام. في الدايابيتس، في الدايابيتس مانجمنت كان 1.8 لان ده له انتي دايابيتك افكت، الماكسيمم انتي دايابيتك افكت، وتقاس الليراجليتايد 3 مللي فيرسس بلاسيبو، يعني هنا كان كومباريزون بين ال 1.8 والثلاثه فين في عشان اشوف مين اللي هينزل اكتر، عشان كده ده حصل الريدكشن ال 3 مللي هو اللي خد ابروفال كانتي اوبيزيتي. ال 3 بي كانت الدراسات موجوده في فيرسس انسولين وفيرسس انتنسيف بيهيفيرال ثيرابي، يعني عيان بياخد انسولين ضفته عليه مع بلاسيبو، عيان بياخد انتنسيف بيهيفيرال ثيرابي مع بلاسيبو، وضفت في الارب الثاني ليراجليتايد 3 مللي. الحقيقه كل الدراسات دي اتنشرت في مجلات طبعا محترمه زي ما انتم شايفين، نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن واللانسيت، وكلها حاجات مانجمنت. كل دي دراسه هنا استمرت 56 اسبوع، هنا 160 اسبوع، فبالتالي دراسات اتعملت على اكثر من 6000 عين لفتره طويله عشان توصل ان الدواء ده يتحط في جايد لاين، لازم اكستنسيف ريسيرش يتعمل عليه، وده مهم مش لانه حتى بعد كده يعني في حاجات بعد ما نزلت اتسحبت، لكن احنا هو نزل في الايرا بتاعت الكارديو فاسكولار بنفيت، والليراجليتايد اوريدي مولكيول اتعمل عليه في الليدر ستادي كارديو فاسكولار اوت كام ترايل، فبالتالي هو واخد ايفيدنس من الدايابيتس، وهنا بيقدم لك الايفيدنس الزياده في الايه كانتي اوبيزيتي ميجرمنت. طيب كافيكاسي شايفين الريدكشن في الويت، انا يعني مش بحب اقول ارقام كتير، لكن انتوا شايفين الريدكشن ده نسبه النزول من الاوريجينال 8% مش بالكيلو جرام، 8% بالاوريجينال بي دي ودي في السكيل اوبيزيتي اند بري دايابيتس، هنا مع البلاسيبو كانت 2.6، هنا نسبه النزول 6.6، ده ات ذا اند اوف ذا ترايل في الدراسات دي، هنا 6.10، هنا 5.7، وبالتالي هنا في الران بيريود الاول في بدايه الران اوف بيريود الاول ده حصل 6%، ده 6% زياده عليها. المهم الدراسات كلها فوق ال 5% زي ما انتم شايفين كده، في دراسات في عين اوبيز وبري دايابيتس، يعني حتى البري دايابيتس هنشوف، ودي نقطه مهمه احنا كنا دايما بنستخدمه في الكلام ده من دماغنا، وعلى حتى الاس جي اللي انا بستخدمها في البدايه، هنشوف الايفيدنس بقى ازاي انها بتعمل ريفيرجن، اولا بريفنت الدايابيتس، الحاجه الثانيه ريجريشن تو نورمال جليسيميا، ده كلام ما كناش احنا بنقوله قبل كده، مش بس كنترول الاوبيزيتي بس، لا ده هتصلح الايه النورمال جليسيميا كمان. هنا الدراسه اللي اتعملت فيز 3 بي ترايل اللي هي اتعملت مع انسولين، وهتلاقي طبعا اقل ويت لوس هيحصل مع الانسولين طبعا، لانه 5.8 ان العيان بياخد بيزل انسولين، فبالتالي كون عيان بياخد بيزل انسولين، وكانت مشكلتنا الاساسيه ان اللي بياخد بيزل انسولين ميزانه هيزيد، لكن بدينا نشوف مع الاي جي اللي بان هنا مع الليراجليتايد السكسين ده ان ويز وبيزل انسولين و5.6، فانت دايابيتك بتاخد افيكاسي قويه باثنين انتي دايابيتك ميديكيشن في غايه القوه، البيزل انسولين تعمل كنترول الدايابيتس، وتاخد كمان مع السكسين ده فبتقلل الكنترول ويت، يعني تاخد الافيكاسي بتاعت الانسولين من غير ما تدفع الضريبه بتاعت الانسولين، بل بالعكس بتقلل جرعات الانسولين، بتقلل الانسولين هايبوجلايسيميا وتقلل الويت جين، فبقى اضافه قويه للانسولين، وعشان كده دلوقتي بقى يحطوهم الاثنين مع بعض في مولكيول واحد. لكن هنا بقى نقطه، هل انا لو بعد كده الحاجات دي ما استخدمها مع بعض، ميزه طبعا ان انا استخدم فيكسد ريشيو كومبينيشن انفلونس، لكن حته الفلكسبيليتي الكومبينيشن دايما ميزه، كله ميزات الادرنس والكوست وكل حاجه ميزه، بعد حاجه واحده بس فلكسبيليتي. انا النهارده مثلا عايز ابدا ليراجل تايد، عايز ابدا تايتريشن، عايز ابدا 6.10 وبعدين 1.2 وبعدين 1.8، عايز ابدا تايتريشن على مدار 5-6 اسابيع عشان اوصل ل 3 مللي. لو هو موجود كمولكيول مع البيزل، لا البيزل تايتريشن بتاعه اكوردنج للفاستنج، مش هقدر ازود الانسولين لوحده، عشان كده لو انا بستخدمه كانتي اوبيزيتي لا يستخدم لوحده، لانه هيبقى له تايتريشن
لوحده، وازود الجرعه بعيد بقى عن الانسولين خالص، لو الانسولين تايتريتد اكوردنج للفاستنج، وهنا التايتريشن بتاعه اكوردنج. عشان وليه انا بعمل تايتريشن؟ عشان الجي اي تي سايد افكت اللي احنا هنقولها من شويه. فلازم في تايتريشن، والتايتريشن ده موجود في كل ادويه السكر بما فيها الميتفورمين نفسه. يعني الميتفورمين المفروض ان ما توصلش لحد 2 جرام، لانه مش هياخدها تاني لو طالع عنده ريتابل وورم حاجه. لكن ابدا ب 500، والاسبوع اللي بعده ابدا ب 1000 وهكذا. فالتايتريشن ده موجود في معظم الانتي دايبيتيك ميديكيشن، لكنه مهم في بعض الميديكيشن. الانسولين ما ينفعش ادي حد جرعه كبيره، لا لازم ادي جرعه قليله 10 وحدات او 0.2 لكل كيلو جرام، او واحده لكل 5 كيلو، وبعدين اعمل تايتريشن اكوردنج للفاستنج. هنا بقى تايتريشن ببدا بيه قليل عشان اوصل للايه، للسايد افكت، عشان اقلل السايد افكت. الويت لوس اكروس الفيزا اللي هو ديفينيت ويت لوس الصريح في كل الترايل الموجوده، شايفين ان حوالي 60% وصلوا للتارجت اللي احنا عايزينه. ان البرسنتج اللي وصلوا للويت لوس اللي عايزينه هنا، الناس اللي وصلت اكتر من 10% ويت لوس حوالي 49%، الناس اللي وصلت اكتر من 10 اكتر من 5 واقل من 10 نفس الكلام. هتلاقوا الميجرمنت كل الدراسات ديفينيت الويت لوس، والديفينيت ويت لوس واضح، وكذلك حتى مع الايه، مع الدايبيتس. نسبة الـ اللي ريسبوندر عليه من المقارنة البلاسيبو حوالي 67%، يعني تلتين اللي خدوه اللي ريسبوندر استجابوا في الأول. دي حاجة كويسة جدا إن دواء يجيب ريسبونس في الأول اللي ريسبوندر، لكن الناس اللي على البلاسيبو كانوا حوالي 21%. الـ اللي ريسبوندر دول عادة لما بيستجيبوا في الأول بيكمل بعد كده، وحتى في المينتنس بتاعه لما نيجي نعمله بعد كده هتلاقي الناس اللي بقت ايرلي ريسبوندر وصلوا ل 11 كيلو في نهاية الدراسة اللي هي 56 أسبوع. طالما استجاب بسرعة من الأول، لكن العيان اللي تديهوله 3 شهور ومفيش ريسبونس، لا يبقى تشوف إيه، سكة تانية للعلاج، لأنه في الآخر ده دواء، مفيش دواء بيجيب نتيجة مع كل الناس. ومش بس كده، مش بس 5% أو 5% من البودي ويت اللي معظمهم، لا ده في كمان ناس وصلوا 54% او 55% وصلوا لبادي ويت لوس اكتر من 10%، في ربعهم وصل لبادي ويت اكتر من 15%. ده دايما بيحصل مين؟ بالعين الموتيفيتد الفيميل بالذات، لو هي بريبيرنج فور مارج او بريبيرنج فور بريجنس، بيخسوا وبيبقى عندهم عزيمه قويه جدا انهم يخسوا. بس ناخد بالنا ان في الظروف اللي زي دي لازم ايه، ميثود اوف كونتراسبشن، ما اديش الدواء واسيبها ايه لما ترجع لي تقول لي انا بريجننت يعني. طيب هل ويت لوس بس؟ لا، حته البريفنشن اوف دايبيتس يعني ريلاتيف ريسك ريدكشن في التايب 2 دايبيتس، وجدنا ان احنا بنكسب حوالي 2.7، يعني قول من سنتين الى ثلاث سنين بروتكشن من الدايبيتس. يعني عين ما خدش وعين خد، وجدوا نسبه الناس اللي خدت ديفلوب دايبيتس فريلاتيف ريسك ريدكشن اكتر من 80%، انك انت رجعت اللي حافظت عليه في الحته بتاعه البري دايبيتس، وفي بعض الحالات ايه رجعنا كمان نورموجلايسيميك. يعني وكان برسنتج لوس في قد ايه؟ 8%. يعني احنا الويت لوس دايما 1.5 كيلو في الاسبوع، يعني هنا وصلنا 8% ريدكشن بس، عمل 80% ريدكشن للتايب 2 دايابيتس. بالتالي احنا مش محتاجين بقى الايه، المزادات بتاعه الخس بقى 10 كيلو عليها 15 كيلو، مفيش الكلام ده. الكلام ده ما سوى اكتر وبيرجع بسرعه، لكن هنا الديورابيليتي مهمه والسيفتي مهمه وانت بتعمل. عشان كده مش غريب ان الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي حطت الجي ال بي 1 في الايه، في البري دايابيتس. يبقى ايفيدنس اهو موجود في البريد دايبيتس، لما نيجي نستخدمه كعام بريد دايبيتس يقول لك لا ازاي، في ايفيدنس موجود اهو كدراسات وكجايد لاين الامريكان اسوسيشن في كلينيكال اندوكرينولوجي. مش بس كده، ده بعد نهايه الدراسه، عند نهايه الدراسه في بعد ما بطلنا الدواء بعد 12 اسبوع من تبطيل الدواء، لا زالت الديورابيلتي موجوده. قلت من 66 ل 50%، لكن لا زالت اعلى من البلاسيبو. يعني حتى بعد ما بطلت الدواء بثلاث شهور الديورابيلتي موجوده، وريجريست تو ايه، تو نورمال جلايسيميا. يعني خدنا خطوه للخلف كده في ايه، في السكر. العين حتى بعد ما بطلت الدواء بشهور لا زال البنفيت موجوده. ودي نقطه مهمه جدا، الباسو السيلولي بتاعها ان هي بس مش بتشتغل على البيتا سيل جلوكوز ديبندنت، لا ده بتحسن وظائف البيتا سيل وتقلل الابوبتوزس وتزود السنسس اوف انسولين. فلو في ديفكت لسه في البيتا سيل بعافيه شويه بتصلحه، وبالتالي بعد كده العيان ممكن يقعد ما ينزل في الوزن، نزول الوزن نفسه بيحسن الانسولين ريزيستنس. يبقى انت اشتغلت على الانسولين ريزيستنس كفات ماس، واشتغلت على البيتا سيل حسنت السنسس اوف انسولين، وبالتالي تتوقع ان الديورابيلتي بتاعته هتبقى افضل بعد كده. مش بس كده، ريدكشن بلاد بريشر 4 سيستول و2.6 في السيستول. احنا عارفين دكتور احمد تاج دايما في المحاضرات الشريحه الشهيره بتاعت اللي اتعملت ميتا اناليسيس عملت على 1 مليون، اللي هو 2 مللي بس ريدكشن في السيستول بيقلل 10% ريدكشن في الاسكيميك هارت ديز مورتاليتي. وكمان الليبيد بروفايل الويت لوس يحسن تريجليسيرايد جدا. اكتر حاجه تحسن، الحاجه الوحيده اللي بترفع الاتش دي ال هي الويت لوس. يعني ما عندناش دواء لغايه دلوقتي يرفع الاتش دي ال، لكن الويت لوس بدايت واكسرسايز وبيهيفيرال ثيرابي وميديكيشن يحسن الاتش دي ال ويحسن الكارديو فاسكولار باي ماركر. المشكله في الكورونا كارديو فاسكولار ديزيز، حتى لما قلت المره اللي فاتت في السيرتين كانسر،
ايه اللي يخلي الاوبيزيتي تعمل كانسر؟ انفلاماتوري ميديتور ده ستيت اوف كرونيك انفلاميشن بيديسبوز بعد كده لكانسر، سواء كانسر اندوميتريوم او بروستيت او اوفري. وبالتالي لما احسن الماي ماركر دي، دي نقطه مهمه جدا جدا، مش بس كده الكارديو فاسكولار مورتاليتي طبعا، ودي موجوده من قبل كده 3 بوينت ميس، يعني العيان اللي جاله فيتال ستروك او فيتال ماي كارديال انفاركشن وكارديو فاسكولار ديس، لا ده 58%، ودي موجوده من الاول في الليدر ستادي اللي حضرتك اللي كنا بنتكلم فيه كانتي دايبيتيك ميديفيكيشن، 13% ريدكشن في 3 بوينت ميس كارديو فاسكولار ديس نان فيتال مايوكارديال انفاركشن او نان فيتال ستروك. وبالتالي مش غريب جدا برضو ان الجايد لاين، واللي كنا هنتكلم الجايد لاين المره الجايه بالتفصيل، لكن مش غريبه ابدا ان تلاقي الليراجلتايد والسيما والدولا دول ريكومندد في العيال التايب 2 دايبيتس اوبيزيتي فيري هاي ريسك، بس الليراجلتايد لوحده بقى ايه؟ ريسك ريديوس الريسك اوف ديث. انت بتتكلم على كارديو فاسكولار ديث في عيان دايبيتك اوبيز، وبالتالي بري دايبيتس ماشي، كارديو فاسكولار مورتاليتي ماشي، فانت بتحمي عيانك من المشاكل عن طريق الميكانيزمات اللي احنا شايفينها دي، كلنا حافظين بقى كانتي انفلاماتوري ميجر الكرونيك ستيت اوف كرونيك انفلاميشن، وبيحسن الانفلاماتوري ميديتور دي هتحسن الناش ميتابوليك اسيد في ليفر ديزيز، وهتحسن الكيدني ديزيز، وبالاضافه انه بيقلل السيستوليك بلاد بريشر، وبالتالي له رينال بروتكتيف افكت، وعشان كده في الجايد لاين حاطينه مع الناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز. التعريف بتاع الاوبيزيتي اعتقد كده واضح، الكارديو فاسكولار ديزيز سواء تقليله للليبيد تقليله للسيستوليك بلاد بريشر، الهارت ريت له بوزيتيف كرونوتروبيك يعني كرونوتروبيك افكت على الاس نود، يزود 2.5 ضربه في الساعه، يعني بيزود الهارت ريت من درجتين الى 3 درجات، ما هيش يعني كونكلوسيف قوي، لكن هنا الدايبيتس بيحسن. شوف حته الانسولين جلوكوز ديبندنت انسولين سكريشن وجلوكوز ديبندنت جلوكوز سبريشن، الحته المهمه دي بيتا سيل فانكشن، وهي دي اللي بتلعب في الديورابيليتي بتاعت الدواء، ان لما يحسن البيتا سيل فانكشن يحسن البيتا سيل فانكشن ويحسن الانسولين ريزيستنس، دي اللي بتلعب نقطه في الايه في الديورابيليتي بعده. خلاص انا خلاص السايد افكت، مفيش دواء في الدنيا ملوش سايد افكت، السايد افكت هنا كلها جي اي تي سايد افكت، عشان كده احنا بنعمل ايه تايتريشن، نعمل اسكالتيشن للدوز، ان انا ازود اسكالتيشن للدوز ازود 6 من 10، وبعدين هي مش قران زي ما هقول، يعني مش لازم 6 من 10 لمده اسبوع، اذا انت العين بتاعك مش ضامن التولربيتي بتاعته ما تخليها 6 من 10 لمده 10 ايام مش هيحصل حاجه، يعني مفيش ماهوش يعني قانون، يعني زود عشان تضمن الدواء ان العين ما يفقدش الدواء. قول لعيانك ولو وصلت مثلا ل 2.4 من 10 وحصل جي اي تي سايد افكت ريفلكس نوزيا او فوميتنج او كده، ارجع تاني ل 1.8 وبعدين حاول تاني زي ما بنعمل مع الميتفورمين بالظبط، يعني مش بالضروره نوصل لايه لريت عالي. الريسك بتاع زيرو ايفنت في الميدالين سيرو كارسينوما ده الكلام ده في الاكسبيرمنت ده، هنا بس في حته كلينيكال ان العيان لما بتيجي تستخدمه في عيان عنده هايبوثايروديزم مثلا، يروح لحد صيدلي او حد وبتاع يروح يقول له بص الدواء ده بيعمل ثايرويد كانسر، نوع الكانسر اولا ده في الرودنت مش هيومن، حاجه الثانيه ميدالري ثايرويد كارسينوما حاجه فيري فيري رير ما بنشوفهاش الا في فاميلي، لما تسال بس في فاميلي هيستوري اوف ثايرويد كانسر ماشي، لكن هل هو ايفيدنت؟ لا مش ايفيدنت، هو بلاك بوكس للتحذير بس في الناس اللي عندهم نوع من انواع الثايرويد كانسر مش كومن. الكومن عندنا ايه؟ البابيلاري كارسينوما والفوليكولار، المدار الثايرويد كارسينوما حاجات فيري رير، وحتى الايفيدنس ده في الرودنت مش موجود هنا، وبالتالي هنا النيورو كوجنيتيف فانكشن ما لهوش اي تاثير على النيورو كوجنيتيف فانكشن، لكن هي المين افكت هي جي اي تي سايد افكت. ودايما بتقول للعيان في الاول ايت ليس، يقلل كميه الاكل، لانك يعني انت بتعمل ريدكشن، هو العيان اللي بيعمل بارياتريك او سليف هيقدر ياكل نفس الكميه، ده انت قللت 85% بس ما بيقدرش ياكل، هنا برضو كده لازم تقلل كميه الاكل، لان الدواء ده هيخلي ديليد الاكل هيفضل في المعده، فتقلل كميه الاكل وكل على مهلك عشان يحصل الشبع بدري في نص الاكل فتشبع فتقوم. الحاجه الثالثه يشرب سوائل كتير. ثلاث حاجات دول، واحيانا بعض الحاجات اجتهاديا من احنا يعني ما فيش جايد لاين بتقول الكلام ده، نديله بروكاينيتك وتيلي وحاجه نهدي الاحساس ده، لان زي ما هتشوفوا كده الاحساس ده فين اول؟ في الاول بس. البيك هنا بعد شويه خلاص الريت بيقل، يعني القصه كلها في اول 4 شهور اول 4 اسابيع، بعد كده لو عدوا اول شهر عدى كويس خلاص التولربيليتي بتاعت العام تحل وما محتاجش حاجه، وبعد كده بيأدي الوقت بس نفس القصص. نبعد، ما ينفعش واحد عايز يخس وياخد فاتي ميل، يعني ما هو فاتي ميل هتزود الريفلكس اللي عنده، او اذا واخد سبايسي فود يفتح نفسه، انت بتديله ابيتايت سبريسن هياخد سبايسي، يعني مش لوجيك برضو ان هو هيعمل له ريفلكس وهيزوده وهيزود له النوزيا. طب هل النوزيا دي الناس اللي بيجي لها نوزيا وفوميتنج بتخس اكتر؟ يعني النوزيا دي ميكانيزم؟ لا خالص ملهاش علاقه، ده سايد افكت، والناس اللي ما جالهاش نوزيا برضو عندهم سنس اوف فولنس، وبالتالي بيخسوا زيهم زي بعض، فما فيش مشكله في حته الايه، مش النوزيا هي اللي بتخسس او لازم يجي له نوزيا. الريت اوف جول بلادر ديزيز بيزاد شويه في الناس اللي خدت سيبه، ده طبيعي مع اي ويت ريدكشن ميجر، حتى الناس اللي ماشيه على ريجيمن للتخسيس سواء بدايت او الاجريسيف دايت اللي الدكتوره اللي هتكلم عنها، في بعض الناس بتعمل الشوربه كان الشوربه الحارقه والشوربه المريقه والمش عارف ايه الكلام ده كله، يخسوا جامد، بيقول لك بنات صغيرين بيجول ستون، اللي حصل لايبوليسيس، حصل سيفير لايبوليسيس بسرعه فيحصل جول ستون. اي ويت
ريدكشن لازم يحصل معاه، وانت خصوصا بتتكلم على ناس اوبيز، يعني الويت هنا كان حوالي 105 في السكيل بروجرام، ولكن الانسيدنس ده لو انت ماشي على ويت لوس اكتر من 1.5 في الاسبوع، 1.5 كيلو في الاسبوع، لو الدنيا ماشيه على مهلها ما حدش، الدنيا بتبقى اقل كتير في الايه، في الانسيدنس وفي جول ستون، وبالتالي ادي الحقيقه السكسين ده اللي عملنا طفره في المانجمنت بتاعنا. يمكن احنا استخدمناه كفيكتوزا في الاول، وكنا بنوصل اللي هيخلي عليه ياخد 1.8 الصبح و1.2 بالليل لو هو يعني سيرشنج فور اوبيزيتي، لكن دلوقتي بقى موجود عندنا. الدواء ده مش جديد، الدواء ده واخد ابروفال في 2014، هو بس اتاخر في انه يجي لنا، لكن هو واخد ابروفال في 2014. الجديد فيه بقى اللي هو الابروفال للتشيلدرن عندهم 12 سنه، ابدا 6.10 وبعدين 1.2 وبعدين 1.8 و2.4 لغايه ما اوصل للمينتنس دوز، ومن هنا يبدا ايه دي الدوز بتاعه الانتي اوبيزيتي ميجرمنت. لكن يعني هل ده قانون ان كل الناس مش هتخس لما توصل لثلاثة؟ الموضوع ده فاريبل، في ناس بتخس محتاج زي ما قلت ينطلق، بس النقطه الاولانيه جاست انه بس حاجه تهدي شويه في الاكل مش قادر يتحكم في نفسه، في ناس بتخس على الاقل من كده بكتير، على الاقل من 3 مللي. لكن طبعا دي الثيرابيوتيك دوز اللي خلت الابروفال زي ما قلت، عشان الابروفال بيتم على اكتر من 5% من الاوريجينال بودي ويت، لكن في ناس خست اكتر من كده، في ناس خست اكتر من كده. الحقيقه الاوبيسيتي دايما محتاجه مالتي ديسبلينري مانجمنت، مش بس بالدايت، مش بس بالدرج، لكن لازم الدايت زي ما هنسمع حضرتك الدكتوره نرمين، والفيزيكال اكسرسايز هنتكلم عنه المره الجايه، والمالتي ديسبلينري ابروتش، حتى ايفن سايكوثيرابي لان اللي عنده ديبريشن مش موتيفيتد لازم تعالج الديبريشن الاول، وتشوف الادويه الانتي ديبريسنت. العيان بياخد درج، عيان بياخد اذا كان دايبيتك مثلا بياخد بايوجليتازون، عيان عنده ديبريشن انتي ديبريسنت بتزود اللي بتزود الوزن، ايفن حتى في الايه، وحتى للاسف حتى في الاطفال. لسه كان عندي بنت 10 سنين بتاخد انتي ديبريسنت وزنها زاد جدا. فالموضوع دلوقتي بقى ايه، بقى موضوع انك انت مالتي ديسبلينري ابروتش عشان تقدر توصل للتارجت اللي انت عايزه. اشكركم، شكرا جزيلا.